هلا بدنا نحكي شوي عن تراجنتر الثاني وطريقه الجنريشن في اللي درسنا. لما درسنا درايفز الناس اللي بتذكروا من درايفز كنا نرسم شيء مختلف شوي. كنا نعمل هذه في اوف تي هاي بتصير دي اوف تي هذه A of T اوكي ماشي ما بتهمكمش كثير هاي بس انا برسم هذه احد طرق التراجكتوري بلانينج. هذا الاوبجكت بده يبدا من زيرو سبيد وينتهي بزيرو سبيد وكمان هون بيبدا بزيرو اكسلريشن وبينتهي بزيرو اكسلريشن. في تعريف اسمه سموث تراجكتوري بين نقطتين. هلا واضح انه احنا هون انتقلنا من نقطه لنقطه مظبوط. هل احنا لسانا بنفس النقطه؟ لا. واضح انه ايش صار؟ انتقلنا من النقطه هاي للنقطه هاي. في عندي نت ديسبليسمنت. انا مظبوط سرعتي بدات بزيرو وانتهت بزيرو والاكسلريشن بدا بزيرو وانتهى بزيرو. هذا بيؤدي للسموثنس. هلا رح نعرف السموثنس. لكن انا في النهايه المحصل اللي حصلتها انتقلت. فاذا هذا قطار او سياره او اليفيتر مصعد او روبوتك ارم او اي شيء انا حققت سموثنس انه الابر ديريفاتيفز بنسميهم تيمبورال نسبه الى تايم. فلما نقول تيمبورال ديريفاتيف يعني دي وذ ريسبكت تو تي او دي دي 1 دي سكوير مش هيك دي سكوير او هذول بنسميهم التيمبورال من نسبه الى تايم. temporal derivatives كل ما كانوا هدول continuous كل ما كان عدد ال temporal derivatives continuous بكون هذا التعريف smooth trajectory. إذا نفهم المسألة شو requirement. requirement إن أنا أنتقل من نقطة لنقطة أتحرك سواء كان robotic arm أو جسم أو أي جسم أو قطار زي ما حكيت أو أي شيء. هدفي إني أتحرك من نقطة لنقطة. في عندي displacement معين بدي أحققها. بدي أحاول قدر الإمكان بدون ما أعقد طبعا هذا انه كل التايم ديريفاتيفز يكونوا كونتينوس. هل هذا كونتينوس؟ هل هذا كونتينوس؟ كونتينوس ما في هذا؟ لا. اذا هون كم ديريفاتيف كونتينوس؟ فيرست والسكند كونتينوس. هل بقدر اغير هذا بحيث انه يصير الثاني والثالث والرابع كونتينوس؟ وبقدر اغيره كمان بحيث انه يصير الاول والثاني والثالث والرابع كونتينوس. كل ما عملت اكثر هيك بكون هذا سموثر. الترانزيشن هاي بتكون مور سموث. اذا هذا تعريف السموثنس. هاي احد طرق البلاننج. بس احنا هون في الروبوتكس تول بوكس نستخدم كوينتك. هلا هون خلينا نطلع ايش الاوردر تبع هاي. فيها لينير سيجمنتس بس هي كوادراتيك وعندي هاي كيوبيك. طبعا هذول كيوبيك وفيها لينير سيجمنتس. هاي كوادراتيك وفيها لينير سيجمنتس. هذه هون هذه صارت كانها لينير مش هيك وهاي كانها كونستنت. هلا الطريقة اللي بستعملها في الروبوتكس تول بوكس بستعمل كوينتك. كوينتك يعني بولينوميال فيفث اوردر. فالبولينوميال اللي موجود في الروبوتكس تول بوكس شكله كالشكل التالي. هذا كوينتيك بولينوميال. هلا لاحظوا هذا البولينوميال موصوف بفانكشن واحده طول المسافه من زيرو لكابيتال تي. فاحنا راح يتغير الزمن عندي تي وراح يتغير من زي من زيرو الى كابيتال تي. كابيتال تي هي النهايه. فاحنا عمال نقول انا بدي وانا ركزت على هاي احطها ثيتا. ليش؟ زوايا هي الديسبيسمنت. هي الديسبيسمنت هي راح نعمل هلا بلاننج كلاث بلاننج باني اغير الديسبيسمنت من الديسبيسمنت الاولى للديسبيسمنت النهائيه. هل الديسبيسمنت الاولى فرضا مش شرط انها تكون طبعا زيرو. ممكن الديسبيسمنت الاولى يكون لها قيمه بس الفرق بينهم لازم يكون في اختلاف مزبوط. لكن الزاويه السرعه الاولى والسرعه الاخيره ايش لازم تكون؟ زيرو. وراح اطلب كمان الاكسلريشن الانيشال والاكسلريشن النهائي راح يكون زيرو. فانا محدد كونديشنز والكونديشنز عندي انه ثيتا اوف زيرو بتساوي ثيتا زيرو وثيتا كابيتال تي بتساوي اذا بدك تسميها زيرو او انيشال وفاينل.
وكمان احنا راح نحدد كمان شرطين في حالتنا احنا هون. راح نحدد انه الانيشال فيلوسيتي اللي هي ثيتا دوت اوف 0 بتساوي 0، راح احدد ثيتا دوت اوف تي بتساوي 0، وراح احدد ثيتا دبل دوت اوف 0 بتساوي 0، وثيتا دبل دوت اوف تي بتساوي 0. كم شرط عندي؟ 6. كم فيريبل عندي هون؟ 6. ما تلخبط بين الستة هدول وترجع تقول لي كارتيجن سبيس وهذا، ما لهمش اي علاقه الستة هدول بالستة هدول. اوكي ماشي واضح. الستة اللي هون هدول اجوا، انا عملت كوينتيك لانه بدي احدد 6 شروط، فعندي في 6 معطيات هون وهون عندي 6 بارامتر، فهذا كوينتيك صار. هلا هذا اذا جيت اطلعت عليه بامكاني اني اعمل، راح يكون كونتينوس. هلا راح نشوف، راح يكون كونتينوس لحد المشتقه الخامسه او المشتقة الرابعة، والخامسة راح يكون discontinuous. هذا راح يكون smoother من لو كان هذا cubic او quadratic او linear. اوكي ماشي واضح. اذا اللي راح يصير، نعم تفضل. هو يعمل هيك لكل joint، لكل joint. احسنت، تمام بالضبط. راح يعمل هيك لثيتا 1، راح يعمل هيك لثيتا 2، ثيتا 3، وثيتا 4، وثيتا 5، وثيتا 6. اوكي، اذا عمل هيك بين الثيتاز مباشرة ما ضمن لي ايش المسار النهائي. السؤال اللي انت سالته قبل شوي، خلص هو قال ثيتا 1 الان، ثيتا 1 انا اعطيتك الانيشال فاليو، اعطيتك الفاينل فاليو، خطط ثيتا 1 كامله، كمل ثيتا 1 خلصه كله. اعطيتك هلا بنعيد نفس العمليه لثيتا 2 وثيتا 3 وثيتا 4 وثيتا 5 وثيتا 6. كل واحده منهم لها مسار، كل اللي بعرفه عنه انه كوينتك وراح يتحرك. هلا اذا الروبوت لما يتحرك انا ما بضمن وين الريست راح يمر، كل اللي مضمون عندي بالحاله هاي انه عندي ثيتا، ولذلك اذا بدي اضمن شيء ان بتوين شو بدي احط؟ انترميديت بوينتس، بدي استعمل مالتي سيجمنت تراجكتوري. اذا عندي هلا بدي احل المعادله هاي. هلا اذا جيت اطلعنا هون راح نحط المعادله تبعت ثيتا دوت اوف تي، بدي اشتق هاي شو بتصير معي؟ 5 اي تي اللي هو 4 زائد 4 دي تي بالقوة 3 زائد 3 سي تي. انا بضل احط كابيتال تي، الكابيتال تي هي عبارة عن ايش؟ كونستنت، سمول تي هي الفاريبل، 3 تي تربيع زائد 2 دي تي زائد دي ثيتا دبل دوت 4 في 5 بتصير 20 اي تي كيوب، 2 في 4 12، 3 في 4 12 بي تي سكوير، 2 في 3 6 سي تي زائد 2. مضبوط هيك المعادلات؟ طبعا لازم ننتبه انه تي بدها تكون بالسكندز. اذا كانت تي هي عباره عن دلتا تي مش بالسكندز، بصير في عندي تشين رول، بصير اشتق بالنسبه لدلتا تي وبعدين بضرب في دي دلتا تي على تي. متذكرين تشين رول؟ اذا تي اف تي مش بالسكندز، اذا بصير عندي بدي اشتق اطلع بدي اضرب واخذ دي ثيتا اوف تي وذ ريسبكت دي تي، وبعدين بدي اضرب في دي دلتا تي على دي تي. راح احتاجها هاي بعدين لانه التايم سلايس تبعتنا ما راح تكون 1 سكند، فهي راح نحتاجها بعدين. بدي استعمل التشين رول. ماشي، هل بقدر هذول احطهم الان في ماتريكس 6 باي 6؟ عندي كل انيشال كونديشن من هذول، هي عندي الفانكشن تبعت ثيتا تي، وانا طالب انه ثيتا تي يكون لها قيمتين، هاي راح تعطيني معادله مضبوط، وهاي راح تعطيني معادله. بعدين عندي معادله لثيتا دوت، وانا طالب انه يكون عندها الكونديشن هاد والكونديشن هاد. وبعدين عندي ثيتا دبل دوت، في عندي الكونديشن الكونديشن هاد والكونديشن هاد، وهي معادله ثيتا دبل دوت. بيطلع معي، راح يطلع معي ماتريكس 6 باي 6، راح احطها مضروبه في A B C D E F، وهاي بدها تساوي الانيشال كونديشنز او هدول الكونديشنز السته مضبوط. فثيتا دوت ثيتا 0 مثلا هتساوي ثيتا انيشال ثيتا فاينل 0 0 0 0. الكل فاهم هاي ايش عملنا هون؟ كم معادله انا عندي راح يطلع عندي؟ 6 معادلات. كم مجهول؟ 6 مجاهيل، وعندي هدول نون، هدول السته نون مضبوط. مين اللي بده يعرف لي الثيتا اي والثيتا اف؟ اليوزر مضبوط. واليوزر طلب مني انه هاي، هلا ممكن انا اقرر انه ما بدي انيشال زيرو وفاينل زيرو في فيلوسيتي زي اذا عندي مالتي سيجمنت، بس بالحاله هاي احنا ماخذين انه بدي الانيشال زيرو والفاينل، الانيشال فيلوسيتي والفاينل فيلوسيتي تكون زيرو، الانيشال اكسلريشن والفاينل اكسلريشن يكون زيرو.
وعندي هدول مجهولين الستة المجهولين، فصارت عندي هلا هاي رح تيجي معي هلا من المعادلات الستة رح نطلعهم، رح نعبي هاي الماتريكس. بصير بدي احل حتى اطلع المجهولين هدول، ايش بدي اطلع لهاي الماتريكس؟ الانفرس، مش هيك؟ بضرب بالجهة هاي بالانفرس والجهة هاي بالانفرس، بصير الانفرس لهاي الماتريكس مضروب في هدول النونز بعطيني الست مجاهيل اللي موجودة. خلينا هلا نحط المعادلات. نعم تفضل.